الأرض. دي صورته النهاردة وهو في السعادة وهو في الإنسانية. الصورة دي دي صورته بعد ما تم اغتصابه وإصابته، كان متبهدل. تقاريره من يعني مش عاوز أقول لكم متبهدل في كل مكان في جسمه. دي صورته أهي، شوفوا الفرق ما بين الصورة دي والصورة التانية. دي الصورة دي في البلكونة بتاعة مستشفى المعادي النهاردة. أنا بكلم والدته داخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة، بقدم التحية للسيد وزير الدفاع وزارة الدفاع وزيرة التضامن لأنها تبنت هذه القصة، والسيد مدير مستشفى المعادي. تشوف الطفل يومين بس خلي وشه عامل ازاي. ده العلم، ده الإمكانيات، ده النور، دي الإنسانية، دي الفلوس اللي أعمل بيها مستشفيات مش أموت بيها الناس. شايفين حمزة النهاردة، ده تاني يوم، وطبعا في أخطاء طبية هيتم علاجها في رحلته اللي بدأت بالأمس. والدة حمزة بقول لك أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة، وفرحينا. أخبار حمزة إيه؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي اتفضلك. أنا والدة حمزة، أنا بشكرك يا أستاذ طارق وبشكر الوزيرة وبشكر كل من واقف جنبي وبشكركم كلكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عملته. مش عاوزك تعيطي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا في لقطه وانا داخل الشقه بتاعت حمزه لقيتها حاطين علم مصر، قلت لك كلمه ساعتها، علم مصر ده بالنسبه لنا كبير. النهارده انت حضرتك موجوده فين دلوقتي؟ انا دلوقتي موجوده في مستشفى المعادي العسكري. بشكر كل الدكاتره وكل العمده وكل الوزراء اللي فيها، وبشكر الوزيره معالي غلا وائل، وبشكر حضرتك وبشكر وزير الدفاع وبشكر كل من واقف جنب حمزه. طيب الشكر، سيبي الشكر انا هشكر. قولي لي حاله حمزه ايه دلوقتي بقى؟ الحمد لله هم جم الدكاتره الصبح مستنينه، بس كل ما يديله مخدر ما بيعملش، نفسيته التعبانه ما بينامش خالص. هيعملوا بكره اشعه مقطعيه على دماغه، بس الكسر اللي في دماغه ما بيلحمش لسه، ما لحمش لسه. عملت اشعه اللي هي عاديه على دماغه، قالوا لي لسه الكسر اللي في دماغه ما لحمش، قالوا لازم نعمل مقطعيه عشان نشوف الدنيا فيها ايه. قلت لهم ماشي. النهارده اديله مخدر ما نفعش ان هو ينام خالص. هو عنده شبه حاله عصبيه، يعني عنده في حاله عصبيه تنتبه. بس انا شايف يعني لو حطينا الفرق بين الصورتين، يعني هو يوم واحد في مستشفى مستشفى المعادي العسكري ده تم. شوف الصوره، انا عاوز اخلي المشاهدين يشوفوا الصوره، طبعا بعتوها لي بالتليفون يعني، لكن انا فرحان لفرحه الحمد لله وقف حمزة. الحمد لله مجرد يومين الدكاتره كلهم مستعينين بيه الحمد لله، والمطمرين ما بيخلوش محتاجين حاجه. اظن الفك اللي في وشه ده اتعمل غلط، فهيعيدوا كسره تاني ويصلحوه، مش كده؟ وعلاج الطبيعي قال لي هنبدا معاه من بكره ان شاء الله باذن الله. بص انت هناك احنا مطمنين عليك. انا بشكر مدير مستشفى المعادي العسكري، بشكر السيد وزير الدفاع وزيرة التضامن. عاوزك تجمدي يعني، خلي بالك بقى من حمزة، خليه يتفرج على تلفزيون وتشوف حاجات حلوة. نقفل الملف بتاعه، احنا مش هنذيع اي حاجة، انسوا المرحلة دي، يعيش مرحلة استشفاء ويرجع سليم. دي ابناء مصر. بشكرك، مش عاوزة اي حاجة واحنا على هوا دلوقتي. نفسك في اي حاجة؟ بشكر كل اللي وقف جنب حمزة، انا بشكره. طيب خلاص، سلام. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل في كده. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل في كده. سلام لكل اسرتك ولوالدتك لانها كانت بتعيط، واختك وزوجك وكل الاسره اللي اتبهدلت منذ يعني حدث هذا الحادث يوم 2 او 3 رمضان. بشكر والده حمزه.